صدمة كبيرة قد تصيب محبي منتجات أبل بعد مشاهدة مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر زبونا يحطم هواتف آيفون داخل أحد المتاجر في فرنسا وهو في حالة غضب شديدة. ويظهر الشاب في المقطع وهو يحطم هواتف آيفون معروضة في المتجر بكرة معدنية. وعزى نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ردة فعل الفرنسي إلى رفض شركة أبل إعادة قيمة الجهاز، ولم يحاول موظفو المتجر الحيلولة دون تحطيم أجهزة أبل التي وقعت أو طالتها الكرة المعدنية.